الخدمات للضحايا في منطقة وينزر وأسكس. يعمل برنامج الخدمات للضحايا في منطقة وينزر وأسكس طوال 24 ساعة في اليوم 365 يوما في السنة لمساعدة ضحايا الجرائم والحوادث المأساوية، وتقدم هذه الخدمات الدعم للضحايا والمعلومات والإحالة إلى هيئات متخصصة بدون أي أجر مجانا. وتستطيع جميع الهيئات ومزود الخدمات للضحايا الوصول إلى هذا البرنامج نيابة عن الضحايا أنفسهم، والذي يتوفر عبر مختلف أنحاء منطقة وينزر وأسكس. وتولى تقديم هذه الخدمات 4 أشخاص من طاقم العاملين وحوالي 80 متطوعاً لخدمة الأزمات الطارئة. وتعمل خدمات الشرطة بموافقة الضحية على الاتصال بالمتطوعين في خدمات الضحايا لترتيب قيامهم بتقديم المساعدة للضحايا في موقع ووجودهم أو عبر الهاتف، وإحالة للضحايا إلى هيئات وخدمات أخرى في مجتمعهم المحلي. ثم يقوم أحد العاملين في هذه الخدمات بالاتصال بالضحية خلال أسبوع من الحادث، كما أنهم يقومون بإدارة برنامج الاستجابة السريعة لخدمات الضحايا ضمن منطقتنا المحلية، والذي تتولى تمويله وزارة المدعي العام لضحايا الجرائم المؤهلين للحصول على هذه الخدمة. يلتزم برنامج الخدمات للضحايا في منطقة وينزر وأسكس بتقديم المعلومات الأفراد ومجموعات المجتمع المحلي عن خدمات هذه البرامج والصدمات النفسية والإيذاء الإجرامي والاستجابة لحالات الأزمات الطارئة. صفحة